ويا اهلا وسهلا بيكم وفيديو جديد وريفيو جديد. انا رنا البدري بحييكم ويلا بينا نبدأ. النهاردة هكلمكم عن الكريم الساحر، الكريم الخطير للتخسيس والتنحيف. كل الناس اللي عندها دهون او حتى سلوليت في اماكن مختلفة من جسمها، الفيديو ده مهم ليكم جدا وهتستفيدوا منه بطريقة جميلة. كريم التنحيف اللي معانا النهاردة او كريم القهوة قالب الفيسبوك وقالب الانستجرام وكل الجروبس المهتمة بصحة البشرة، وكمان كل الناس المهتمة بالتخسيس. كريم القهوة والتنحيف اسمه كوفي كريم، وهو كريم القهوة من براند اسمها سكين دكتور هيربل. الكريم ده بخلاصة حبوب البن وحجمه حوالي 300 جرام. الكريم ده كنت اشتريته من فترة ووريته لكم في فيديو مشتريات الخاصة بيا من امازون، وكنت جايباه من امازون بحوالي 130 جنيه. الكريم كل مكوناته طبيعية وريحته حلوة جدا، هتحسوا حتى فيها بمزيج القهوة مع النعناع. الناس حتى اللي بتستخدم كريم موف اللي هو بتاع بسط العضلات اللي حتى بيجي لنا من الخليج بره، هيحسوا بنفس الريحة ونفس التأثير بتاعها، هيحسوا فيه شبه كبير جدا، ودي اكتر حاجة شبهه وقريبة منه اللي هو كريم موف. عايزة اوريكم شكل الكريم من جوه اهو، ده شكله الكريم زي ما قلت لكم مزيج من القهوة مع النعناع، وهو بيستهدف المناطق اللي فيها سلولايت او المناطق اللي فيها دهون. مكتوب عليه ان هو بيستهدف مناطق البطن اهم حاجة ومنطقة الذراعين والارداف، هيلاقي نتيجة حلوة جدا مع كريم القهوة للتنحيف. عايزة بس اقول لكم بقى كل اسراري انا وتركاتي في الاستخدام علشان انتوا لما تستخدموه تلاقوا نتيجة ان شاء الله مع المداومة طبعا، ولما تاخذوا بالنصايح اللي هقولها لكم في الفيديو هتلاقي نتيجة تعجبكم وترضيكم باذن الله. هو من غير اي حاجة لو استخدمتوه هتحسوا بفرق، لكن كمان لما تعلوا من قيمة المنتج وتدخلوه في وسط حاجات كتير هتلاقوا منه نتيجة اكبر واحلى وهترضيكم جدا. عايزة بس اوريكم قوام الكريم الاول. هي الازازة بتتفتح، انتوا بتدوسوا هنا كده على الجنب هتلاقوها اتفتحت والكريم بيطلع من الفتحة دي. هوريكم كده جزء منه، انا استخدمت منه قسط كتير جدا اهو، ده شكله وده قوامه. ريحة النعناع عايزة اقولكم زي بيقولوا عبت المكان، لان هو فيه خلاصة النعناع والقهوة. طيب مبدئيا كده هو بيستخدم مرتين، ممكن نستخدمه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. وهنبتدي ان احنا ندهنه على الاماكن اللي احنا عايزين نخسسها زي ما قلت لكم البطن والارداف وكمان الذراعين، دي اكتر المناطق اللي بيكون فيها دهون، وكمان سيلولايت اللي هو زي جلد البرتقانه كده والاماكن اللي فيها علامات تمدد، هو بيطر الجلد جدا وبيعمل نتائج حلوه قوي. التريكات بقى اللي بقول لكم عليها ان احنا لما ندخل الكريم القهوه مع نظام غذائي، يعني بناخد بالنا من اكلنا اكل صحي، بنشرب ميه كتير، بناكل سلطه، هنلاقي منه نتيجه احلى. كمان لما يكون نظام غذائي مع ممارسه رياضه سواء كنا مثلا في الجيم او بنتمشى او بنعمل مجهود في البيت فده برضو حاجه كويسه. لما هنشرب ميه كتير هيطري الجلد وهيخلي الكريم يشتغل بشكل اسرع وكمان احسن. ممكن تستخدموه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل، وبرضو الأحلى ان انتوا لو واخدين شاور بتبقى مسامات الجلد مفتوحة، ممكن بعدها ان انتوا تبتدوا تحطوا الكريم، هيبقى امتصاصه أحسن وأسرع. حطوه على المنطقة المستهدفة سواء كانت البطن أو الدراعين والأرداف، وابتدوا ان انتوا ادهنوه في اتجاه واحد، يعني بصوا كده مثلا كده لحد ما تحسوا بسخونة في المنطقة. وبعد كده هقولكم كمان على سر، لو عندنا البلاستيك راب دي اللي موجودة في المطبخ اللي عاملة زي النايلون دي، ياريت لو تبقى عندكو ممكن تعملوا بيها اللف التنحيفي بقى، ان انتوا بعد ما تحطوا الكريم على المنطقة اللي انتوا عايزين تخسسوها تبتدوا بصوا تلفوا الجسم بالبلاستيك راب ده، بعد فترة هتلاقوا سخونة في الجسم حلوة قوي وهتحسوا ان المنطقة كلها حرارة كده وفيها عرق بينزل كمان منها بعد فترة، فبيبقى حلو جدا. لو عايزين تتأكدوا ممكن تاخدوا مقاس بالمزورة بالانش كده للمكان اللي انتوا عايزين تخسسوه قبل وبعد،
يعني قبل الاستخدام وبعد مثلا فترة من الاستخدام زي اسبوعين او شهر هتلاقوا نتيجة حلوة جدا، لان قياس المنطقة هيوريكم برضو ان انتوا قد ايه خسرتوا منها دهون ووزن. الكريم لوحده هو تأثيره كويس مش وحش، بس كمان انتوا هتعلوا من النتيجة لما تحطوا الكريم في وسط نظام غذائي وفي وسط حياة صحية وفي وسط حد بيبتدي ان هو يعمل رجيم علشان يخس، فهتلاقوا منه نتيجة حلوة جدا جدا جدا. كوفي كريم على فكرة انا اول ما جبته وكنتش متوقعة ان هو يطلع بالحلاوة دي، كنت قلت هجربه وخلاص، الناس قالت عنه ان هو حلو هنشوف بصراحة. بس بعد ما جربته وحطيت التريكات دي، ان انا كنت بدأت فعلا دايت وكده وبدأت استخدم البلاستيك راب دي كمان، لقيت نتيجة منه هايلة جدا يعني اذهلتني، فعشان كده قلت انا لازم اشارككم التجربة الخاصة بكريم القهوة لتنحيف الجسم من سكين دكتور هيربل. عجبني قوي، وعلى فكرة عايز اقولكم هكرره تاني ما عنديش اي مشكلة، لان انا يعني عايز استخدمه لمدة 6 شهور او اكتر، وما تنسوش الاستخدام ليه مرة الصبح ومرة بالليل. اتمنى فيديو النهاردة يكون سريع كده وعجبكم عن كريم القهوة للتنحيف، ولو عايزين اي منتجات تانية اجربها لكم ياريت تسيبوها لي تحت في الكومنتس تحت الفيديو، وكمان لو اي سؤال حتى عن كريم القهوة برضو سيبوه لي تحت الفيديو في الكومنتات. اتمنى كل معلومات النهاردة تكون افادتكم وعجبتكم، ووحشتوني جدا جدا جدا، وهستناكم الفيديو الجاي، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم الفيديو الجاي، ومع السلامة، باي باي.